النهارده زي ما حضراتكم عارفين عندنا حدث رياضي مهم جدا، اكيد كل الناس ستات ورجاله اطفال وشباب كلنا متجمعين علشان نتابع ماتش الاهلي مع ريال مدريد في كاس العالم للانديه. طبعا كلنا متحمسين وكلنا بنتمنى الفوز للنادي الاهلي، مش بس الحقيقه الاهلاويه لكن كل مشجعي الساحره المستديره، كل محبي كره القدم المصريه. كلنا النهارده هندعي من قلبنا للنادي الاهلي اللي بيمثل مصر، مصر الغاليه، مصر الحبيبه، مصر ام الدنيا، بيمثل مصر في البطوله، ويا رب ان شاء الله كلنا نفرح ونتبسط ونكثف الدعوات كمصريين كمصريين. مساء الفل يا رضوى. مساء الفل يا جيسي، مساء الفل عليكي ومساء الفل على حضراتكم. فعلا زي ما جيسي قالت كده، كلنا النهارده يعني هنتابع المباراه بحماس كبير جدا، ولكن اهم حاجه انه الحماس ده يكون بدون تعصب، يعني يبقى حماس بس ما نتعصبش يعني وما نتوترش وكده. احنا ندعي وان شاء الله ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، لانه مباراه مهمه وكلنا منتظرينها ومستنيينها، فيا رب كده كل التوفيق. واكيد كلنا هنبقى مهتمين اننا نتابع المباراه في البيوت وكمان على الكافيهات، فان شاء الله ان شاء الله يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي اللي اكيد كلنا هنشجعه كمصريين فعلا مش بس كأهلاويين. وان شاء الله باذن الله يا رضوى كمان يشرفنا ونفرح و يعني الفوز يبقى حليفنا باذن الله ان شاء الله. انت عارفه دايما بقى يا رضوى والناس بتتابع ماتشات الكوره في بقى التعصب والجون وازاي ما لعبش كده والاسيست ما اعرفش ايه، فيحصل حاله من حالات التوتر والحماس الزايد. الناس اللي بتعشق الكوره بقى ممكن يحصل لها لا قدر الله حاجه في صحتها من كتر التفاعل ومن كتر حرقه الدم او ده حقيقي. هم ده بيلعبوا على فكره على ارض الملعب مع اللعيبه. ايوه فعلا بنسمع الناس بيحصل لها حاجات وامراض وكده صدمات يعني خلي بالكم من نفسكم وهدوا اعصابكم كده واستمتعوا بالماتش ان شاء الله، وربنا يستر علينا كلنا.